استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني سعادة الفريق محمد عاصم ملك المساعد العام بالقيادة العامة في الجيش الباكستاني والوفد المرافق في مكتبه بديوان الرئاسة بمعسكر الصغير. ورحب سمو رئيس الحرس الوطني بالمساعد العام بالقيادة العامة في الجيش الباكستاني والوفد المرافق له، مشيدا بما تشهده العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين من نماء وازدهار مستمر، وما أثمر عنها من رفع المستويات التعاون وتبادل الخبرات وتنفيذ التمارين والتدريبات المشتركة بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني. من جانبه عبر المساعد العام بالقيادة العامة بالجيش الباكستاني عن شكره وتقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على اهتمامه المستمر بتطوير مستويات التعاون الثنائية بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني، وذلك تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين. كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.